الدوار كمل معي وقل هذا المثل لمن تحدي مسابقات لقاء الثقافات دواري لكم منا وإليكم برنامج يومي ميداننا الحواري ميداننا الحواري ميداننا الحواري ميداننا الحواري. قال المحضار في أبيات الشعرية: لهجتك فيها نبرة تشبه شبام الصفرة. هذا التغزل على مدينة تاريخية، مدينة حضارية، مدينة ثقافية توجد هنا في وادي حضرموت، هنا شبام الصفرة، هنا أول ناطحات سحاب بنيت حول العالم، بنيت في القرن 12 ما قبل الميلاد. هنا شبام، هنا المدينة التاريخية، هنا شبام الصفرة. نحلق معاكم بالحواري وفقرات المختلفة إلى محافظات مختلفة ومدن مختلفة ومعالم أثرية متنوعة، كما اليوم متواجدين في محافظة حضرموت وفي مدينة شبام. ننطلق معاكم إلى محافظات مختلفة، خليكم معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام بأول فقرات هذا البرنامج شختك بختك. كما تشاهدون من خلفي هذا المعلم التاريخي يدل على أننا متواجدين في أرض الثقافة، في أرض الحضارة، في أرض سيئون الطويلة، سيئون الجميلة. أول فقرات هذا البرنامج راح تكون مع أهالي سيئون الحاضرين معانا هنا من سوق سيئون، ومن خلفي قصر سيئون. راح نشوف ما شاء الله مع الآباء الموجودين معانا، ثلاثة متسابقين كالعادة راح يكونون معانا في جو التنافس، في جو التحدي، في شختك بختك. تعالوا معانا. السلام عليكم، كيف حالك؟ طيب الحمد لله. كيف صحتك؟ بخير الله. طيب الحمد لله. عرفنا عنك. وليد العامري. وليد من سيئون. من سيئون، من ابناء سيئون ما شاء الله. من ابناء سيئون. في معانا فقره اسمها شختك بختك، مستغرب من الاسم صح؟ شختك بختك بلهجتنا الحضرميه قديما كان يسمونه يا حظ يا نصيب، يا تحصل يا ما تحصل صح؟ ايوه. فنحن شختك بختك معانا فقره تنافسيه ما بين ثلاثه، حاب تكون واحد من ضمن الثلاثه؟ ان شاء الله. باذن الله. ان شاء الله. تعال معانا. تعال يا والد تعال. كيف حالك؟ حياك الله. كيف صحتك؟ بارك. طيب. طيبة. الحمد لله. الله. اسمك؟ عادل سعيد قحطان. عادل من وين؟ من الحزم، مديرة شبام. من شبام ما شاء الله. اليوم متواجد في سيئون. ايوه كل يوم في سيئون. دائما في سيئون. ايوه صاحب تاكسي. ما شاء الله تشتغل تاكسي. تاخذ من سيئون الى شبام. الى شبام وتكس هنا داخلي المناطق هذه شحوع ما شاء الله مريم جميع المناطق. ان شاء الله يعطيك الصحه والعافيه. في معانا فقره تنافسيه في برنامج الحواري، اسم الفقره شختك بختك. حاب تكون في جو التنافس مع ثلاثه متسابقين؟ ان شاء الله. جاهز؟ جاهز. قدها ان شاء الله. تعال مع بعض. تعال تعال الوالد تعال. كيف حالك؟ كيفك؟ طيب صحتك؟ خير. طيبه الحمد لله. وين؟ من بور. ما شاء الله. في منطقة هنا في سيئون. في منطقة هنا بعد سيئون اسمها بور. في منطقة بعد سيئون اسمها بور. أيه. عرفنا عنك. أبو بكر خميس سعيد قندوس. نعم فيك يا أبو بكر. في معانا في برنامج الحواري فقرة اسم هذه الفقرة شختك بختك. يا تحصل يا ما تحصل، يا حظ يا نصيب. أنا دائما أسمي هذه الفقرة يا حظ يا نصيب. ففي معانا ثلاثة متسابقين، حاب تكون واحد من ضمن الثلاثة الموجودين اللي تم اختيارهم؟ ان شاء الله. جاهز؟ جاهز. كيف المعلومات؟ ان شاء الله. المهم عاليه. ان شاء الله نتوفق. ان شاء الله باذن الله كل التوفيق للثلاثه المتسابقين. اخترنا ثلاثه، تعالوا مع بعض نشوف من نصيبه جوائز شختك بختك في هذه الحلقه. ما شاء الله تبارك الله، الثلاثه المتسابقين معانا جاهزين ومتحمسين ان شاء الله. ان شاء الله. كيف المعلومات؟ ان شاء الله تمام. عاليه. ان شاء الله باذن الله قدها. يا حظ يا نصيب كما قلنا. معانا ثلاثه ارقام ما بداخل الظروف، نخلط الظروف. كل شخص يختار له ظرف. يلا كل شخص يختار له ظرف. هذا من نصيبه. خلاص. ما بداخل هذه الظروف مجموعه ارقام، ثلاثه ارقام. بتكونون على حسب الترتيب على الارقام، كل شخص بيطلع له رقم. افتحوا الظروف. اثنين. ما شاء الله تبارك الله، كانوا في مرتبين من البدايه. من البدايه ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. كل شخص يجيب لي الظرف الموجود معاه عشان اكون بكل وضوح معاكم انتم وكل من شاهدنا عبر الشاشه. كما شاهدنا كل شخص في مكانه. واحد اثنين ثلاثه. في معانا 10 كرات مختلفه. جيب لي الشله. نحن في حضرموت الشله كانت فيها نعانع صح؟ ايوه حلاوه حق العيد. حلاوه العيد، لكن اليوم جبنا حلاوه. حلاوه كرات هدايا. ان شاء الله باذن الله تكون هدايا. ما بداخل هذه الكرات قد يكون حظ اوفر. وما بداخل هذه الكرات قد يكون سؤال، تجاوب على السؤال تحصل جائزة. ان شاء الله، كل واحد بتوفيقه. كل شخص بتوفيقه. يا تحصل يا ما تحصل. ان شاء الله. نبدا من عندك. اختار احد الكرات. لو طلع لك سؤال تجاوب مرة أخرى. يعني تختار اللي. اختار الكرة اللي أنت تختارها. أحمر أحسن لك. في الارتباك.
اخطاء. لا لا امسك الشله بس، شكرا. عفوا، ايش توقعاتك ما بداخلها؟ والله ان شاء الله سؤال. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله يكون سؤال ان شاء الله يعني. نرد الكرام كمان ورقه، وموجود ما داخل الورقه سؤال عليه 20,000 تمام ان شاء الله. السؤال يقول: ما هي السورة المعروفة بعروس القرآن؟ 30 ثانية سقف. سورة معروفة، لو في أحد أغششك من الجمهور تلتغي الإجابة. جمهور أتمنى الكل يكون ساكت. 30 ثانية. سورة إيش؟ سورة معروفة بعروس القرآن. الرحمن. الرحمن. تثبت على الرحمن؟ إن شاء الله. متأكد؟ إن شاء الله. قال يثبت على الرحمن. والإجابة صحيحة. جمهور نسمع له تحية. 20,000 ريال مقدمة من راعي هذا البرنامج مجموعة بن هلال للتجارة والصناعة. مبروك. 20,000. خلي الورقة هذه معاك. 20,000 أولى. اختار الكرة الأخرى، من حقك إنك تختار. كيف؟ إن شاء الله ربي يوفقك أكثر. اختار مرة ثانية. اختار مرة ثانية. أصفر يا عادل. آلش الأصفر. الأحمر الأحمر. لا الأصفر. أصفر أصفر. على بركة الله. أصفر اسمع الكلام وبس. على بركة الله. على بركة الله. اختار اللون الأصفر. نشوف حظه ما بداخل اللون الأصفر. للأسف كما تشاهدون فرصة أخرى. ربحت 20,000. أيوة. الكرة الأخرى فرصة أخرى. يعني. خليها معك. معاشي محاول يعني. الحين معاشي. الآن معانا باقي ثلاث كرات. اختار واحدة. 10 من الأحمر. يلا بسم الله تفضل شلة. شكرا. توقعاتك إيش؟ إن شاء الله المكتوب يكون طيب. إن شاء الله بإذن الله تكون سؤال. إن شاء الله سؤال. بإذن الله قد السؤال. إن شاء الله قد. بإذن الله. نشوف ما بداخل الورقة. ما شاء الله تبارك الله. سؤال عليه 15,000 ريال. يلا تمام إن شاء الله. جاهز؟ إن شاء الله. قدها. يقول لك: ماذا يسمى صوت الكلب؟ 30 ثانية. نباح. تثبت؟ تثبت. كيف النباح؟ نباح الكلب. نباح الكلب كيف ينباح؟ هو هو. الإجابة صحيحة. جمهور اسمع له تحية. 15,000 ريال مقدمة من راعي هذا البرنامج مجموعة بن هلال بالتجارة والصناعة. من حقك أنك تأخذ كرة أخرى. عادي سؤالك. لا ايش توقعاتك ما بداخلها؟ قد انت ما نوصل. قد ياخذ بقيه الاسئله وما نوصل. يمكن سؤال سؤال هذا حق ان شاء الله. مكتوب من الله الحمد لله. نشوف ما بداخل الكره الرابعه. للاسف فرصه اخرى. فرصة أخرى. طيبة. معنا خسران شيء. ما أنت خسران. اللي قام معكم مكسر. الأخير. باقي معاك كرة واحدة. يا رب وفقنا يا رب. جاهز. جاهز. كرة واحدة. دي. يلا. وردي وردي. أعرف الوردي أنا. جاهز وردي. أنا ما أعرف الوردي. هاي قول شيء. إن شاء الله. عادك إيه؟ إن شاء الله حصل إن شاء الله. إن شاء الله. آخر كرة. إن شاء الله 50 يقول. دي آخر كرة دي. بغانا جائزة حلوة كذا رمضان هي. جاهز. ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله تكون. ان شاء الله ربي يكون وصول. سؤال ان شاء الله. هذا نصيبك. هكذا نصيبك فرصة اخرى. كما نشاهد في الشاشة الكرة الخامسة والاخيرة كانت فرصة اخرى. اردلك. ما يقول شيء. عادي. معوض ان شاء الله في المرات القادمة. ان شاء الله. الله في مسابقات حصلناكم اليوم اول عشتونا احنا شوفتكم كانت حاجه جميله. الله يسعدك. مبروك. الله يبارك فيك. كم حصلت؟ 20,000. 15,000. هارد لك يا حبيب. يعطيك العافيه. من هنا من سيئون الطويله ومع اهالي سيئون رجعنا الكرات عشان ننتقل معاكم الى محافظه اخرى، الى مدينه اخرى في الحواري وفقرات المختلفه. ما زالت هذه الحلقه مواصله، ننتقل الى باقي فقرات الحواري المختلفه والمتنوعه. خليكم معنا. يا أهلا وسهلا بكل حبايبنا الأطفال. هذه المرة نلتقيكم من منطقة المحافيف هنا في مدينة الغيضة محافظة المهرة. هذه المرة الشكل مختلف. معنا الأطفال المهريين الحبوبين. بنتعرف على كل من الفريقين ونشوف المواهب الموجودة معهم لهذا اليوم. نتعرف على أول فريق. إيش اسمك يا حلوة؟ خير سعيد الأبتان. وإنتي؟ أنوال سعيد المهندس. أسمع لهم أقوى تحية شباب. إحنا الآن كوننا الفريق الأول ونشوف الفريق الثاني. ها جاهزات؟ إيش اسمك؟ اهلا وسهلا فيكم. انت زين عبد الله. اهلا وسهلا فيكم. اسمع لهم كمان اقوى تحيه الفريق الثاني. ها بنات جاهزات؟ بتفوزوا؟ بتفوزوا؟ بتجاوبوا على السؤال؟ واللي هنا بتفوزوا بتجاوبوا على السؤال؟ ان شاء الله. بتاخذوا الهديه؟
تعرفنا على كل من الفريقين الآن عشان إحنا موجودين في منطقة مختلفة، منطقة المهرب، بنخليهم يتكلموا باللغة المهرية تبعهم. يلا جيبي العملية الحسابية بالمهرية. يلا واحد اثنين ثلاثة. طاعت لفيتي لف ربطها ما. أيوة حلو. يتي وانت كملي. يلا طاعت لفيت درس خلصوا. أسمع لهم أقوى تحية. عدوا الأرقام من واحد إلى اثنين، نشوف الذي هنا بيغلبوهم ولا لا. عدوا الأرقام، الأرقام الحسابية بالمهرية. يلا حزموهم. مثل حتى عند خمسة؟ لا عدي لعشرة. معروف حتى عند عشرة. خلاص يلا عدي. طاعت صفايت ربوت خمو. يا سلام. وانتي عدي. إذا أسمع لهم أخوة تحية كمان للفريق الثاني. إذا أعزائي المشاهدين نكون وإياكم الآن وصلنا للحظة الحاسمة ونعلن النتيجة، وأكيد الفريقين كل من الفريق رابح. أسمع لهم أخوة تحية، يستاهلوا الجائزة المقدمة من مجموعة بني لابي التجارة والصناعة. معاكم أول شيء الظروف، الفريق الأول خذي واحد، والفريق الثاني، والفريق الثالث. حلو. طيب معاكم أنشودة بالمهري. يلا أنشدي بالمهري. ما بين جلة حطة على الوجه ولا غصة مية كفرة جلطة. حلو حلو. اسمع لها أخوة تحية. واللي هنا يلا نشودة بالمهري. ردتي أياتها الدنيا نشودة. بالعربي يلا واسم وعيدي ومنعي فرحتي بالله شريكي. حلو. اسمع لها أخوة تحية. وكمان معاهم الجائزة الثانية اللي هي عبارة عن كرتون أندوبي مقاسمة ما بين الفريقين. أسمع لهم أخوة تحية، يستاهلوا. إذا أعزائي الأطفال انتهينا من فقرة الطفولة لهذا اليوم هنا في محافظة المهرة. الآن ننتقل لباقي فقرات برنامج الحواري، خليكم معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام في فقرة الاختيار، الظرف والصندوق. اليوم متواجدين هنا بمدينة المكلا وبالتحديد في حي الشهداء بالمكلا. تم اختيار متسابق معانا في الفقرة، كيف حالك؟ الحمد لله والله. كيف صحتك؟ والله الحمد لله. عرفنا عنك؟ سامي برباع. من وين سامي؟ من نفس الحي، من حي الشهداء. ما شاء الله من حي الشهداء ومع اهالي حي الشهداء، كيف حي اهالي حي الشهداء متحمسين؟ كلهم متحمسين والشباب ما شاء الله. ان شاء الله باذن الله الشباب كلهم يكونون جاهزين معك. ان شاء الله باذن الله. متحمسين معك ويشجعونك. ان شاء الله باذن الله. جاهزين اصحاب حي الشهداء؟ جاهزين. ما شاء الله تبارك الله مستعدين وجاهزين. وفي اشد الحماس والشوق. في معانا مرحلتين، تختار مهمه ولا ماذا تعرف؟ لا ماذا تعرف؟ ماذا تعرف؟ ماذا تعرف؟ جيب لي ظروف ماذا تعرف. في معانا ما بداخل هذه الظروف مجموعه من ماذا تعرف عن اشياء. نشوف ما بداخل الظرف الموجود معي ايش موجود. ما بداخل الظرف الموجود معي يقول ماذا تعرف عن الرشوه. الرشوه هي عباره عن سلوك لا اخلاقي، من خلال الرشوه يتم فساد المجتمع ويضيع الحقوق. على سبيل المثال، مثلا من اسباب الرشوه ان المجتمع مثلا يلاقي صعوبه في اداراته المحليه عن طريق مثلا تيسير المعاملات، ما تتم الا عن طريق الرشوه، لذلك تلاقي مبدا الواسطه قائم على الرشوه هكذا. وهذا سلوك مجتمع سلوك لا اخلاقي. غير اخلاقي. هذا سلوك لا اخلاقي. ان شاء الله باذن الله ما نشاهد احد يتعامل بهذا السلوك. اكيد اكيد. من جميع الاخوه، من جميع الاخوات، من جميع الاباء والامهات. جمهور اسمعنا اقوى تحيه. اجتاز المرحله الاولى معانا. الان مرحله الظرف والصندوق. الان مرحله الظرف والصندوق. تابعت الفقره؟ اكيد اكيد. الظرف سيد المعجبين بالفقره. الله يسعدك ويبارك فيك. تعالوا مع بعض نشوف ايش بيختار، الظرف ولا الصندوق. خليكم معنا. كما تشاهدون صندوق الحواري موجود معانا وسامي في الارتباك. الجمهور جميعهم متحمسين ومتشوقين ليعرفون ايش يختار سامي. سامي معانا هذا الظرف، جيب لي الظرف. ما شاء الله تبارك الله كما تشاهد الظرف مليان. تختار الظرف ولا الصندوق؟ الصندوق. قد يكون الصندوق فاضي. الله كريم. الجمهور ايش يقول، الظرف ولا الصندوق؟ صندوق. الظرف ولا الصندوق؟ صندوق. الكل يقول ومثبت على اختيار الصندوق. الصندوق. صندوق. تفرط في الظرف. الله كريم، خلاص هذا رزق. هي المسألة مغامرة. تخليه يختار الظرف ولا الصندوق؟
متوكل خلاص سامي متوكل. الصندوق صندوق صندوق قد يكون فاضي خلاص ربك كريم. قد يكون الظرف في مثل يقول عصفور في اليد خير من عشرة في شيء. خلاص هو نفسه يعني في الصندوق بغى يشوف هذا. صندوق صندوق صندوق. الكل مثبت على اختيار الصندوق معانا وسامي مثبت على اختيار صندوق. صندوق ايش رايك سامي نجيب لك ظرف ثاني وتفرط في اختيار الصندوق؟ لا لا الصندوق. ظرف ثاني جيب لي الظرف الثاني. ما شاء الله اثنين ظروف ولا الصندوق؟ لا الصندوق. اثنين ظروف مليان. صندوق. الجمهور ايش يقول؟ صندوق. اثنين ظروف ولا الصندوق؟ صندوق. ما شاء الله تبارك الله اصحاب حي الشهداء كلهم مثبتين على اختيار الصندوق. لا لا على الصندوق ان شاء الله. ان شاء الله على الصندوق. قد نحصل داخل الظروف مبلغ سعودي توصل الى 5000 ريال سعودي. لا لا الله كريم انا خلاص على الصندوق. على الصندوق. لا بت على اختيار القوس الكبير لو كان لي. ما بتاخذ الصندوق انت بتاخذ اللي داخل الصندوق. اكيد اكيد خلاص هذا رزقي. هذا رزقي. في مثال كمان يقول عصفور في اليد خير من عشرة في الشجرة. اكيد اكيد بس يقولون البحر يحب الزيادة. اكيد. قال مثبت على اختيار الصندوق. لكن ايش رايك نجيب لك ظرف ثالث؟ جيب لي الظرف الثالث. الان معانا ثلاثة ظروف. تختار ثلاثة ظروف ولا الصندوق؟ شباب ما تقولون. ثلاثة ظروف ولا الصندوق؟ صندوق. صندوق. فاضي صندوق. شلت يكون الصندوق فاضي. ايوه شيل الظروف الظروف. ما هو فاضي. واحد من الجمهور يقول لك خذ الظروف. الظروف الظروف. صندوق صندوق يا اخي. يلا خلاص عقزك على الله. الصندوق الصندوق عقزك على الله. اختيار صندوق صندوق الصندوق. ما تغير. لا لا صندوق. ظروف مليانه شوفه. لا لا خلاص الصندوق الصندوق. لا 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 الصندوق. تراجع. يلا خلاص. جمهور نحن دايم في الفقره نجيب ثلاثه ظروف. عشان انه سامي مثبت على اختيار الصندوق بنجيب له الظرف الرابع. أربعة ظروف ولا الصندوق؟ أربعة ظروف يا سامي. يلا الصندوق. فرط في أربعة ظروف. صندوق. يلا صندوق. قد نحصل داخل الصوب صندوق حبة تون. خلاص رزقي. خلاص خلاص سيدي هذا نصيبي. خلاص هذا نصيبي. تختار ومثبت. خلاص مثبتين على الصندوق. قال مثبت على اختيار الصندوق. تعالوا مع بعض نشوف اول حاجه ما بداخل الظروف الحاجه اللي بنردها لطاقم البرنامج. اكيد اللي داخل الصندوق من نصيبك. اكيد. قد يكون حبه تونه قد يكون حبه طماطم قد يكون حبه بصل. خلاص الله كريم هذا حق الله. قد يكون مبلغ مالي. تعالوا مع بعض نشوف اول حاجه ما بداخل الظروف اللي ما اخترتها. اربعة طارت من ايدك. اكيد. الظرف الاول بسم الله. 10000 10000 في داخل الظرف الأول بسم الله. 10000 نردها الهشومي طاقم البرنامج. الظرف الثاني 5 كم صار؟ 15 15000 للأسف ضاعت عليك. الظرف الثالث 20 15 و15 30000 30000 ضاعت عليك يا سامي. الظرف الرابع والاخير 20 30 و20 50000 ريال ما بداخل اربع ظروف موجوده معانا. 50000 طارت من ايدك. اكيد اخترت الصندوق ومثبت على اختيار الصندوق مع الجمهور. اكيد صندوق. نشوف مع بعض ايش داخل. ان شاء الله بدلا تكون حاجة طيبة في الصندوق. تعال مع بعض سامي تفضل. تعال معاي سامي مثبت على اختيار الصندوق. الصندوق. اللي داخل الصندوق من نصيب. ان شاء الله. جاهز. جاهز. جمهور جاهزين. جاهزين. عد لنا الثلاثة. واحد. ثلاثة. داخل الصندوق كرتون اندومي. الحمد لله. ضيعت 50000. طبعا كرتون اندومي. في موجود معانا ظرف مش عارفين ايش داخل الظرف. نقفل الصندوق. نقفل الصندوق. تعال سامي. ما شاء الله في معانا ظرف ان شاء الله. مش عارفين ايش فيه. توقع ايش فيه. والله في المقسوم. قد يكون مبلغ مالي. اكيد. وقد يكون ورقه مكتوب فيها تلتغى الجائزه اللي موجوده معاه. الله كريم. تبغى الظرف ولا ما؟ اكيد معاه معاه. خلاص نشوف ما بداخل الظرف ايش من نصيب سامي.
80,000 ريال جمهور اسمع لك وتحية. 80,000 ريال مقدمة من راعي البرنامج مجموعة بن هلال بن التجارة والصناعة، مبروك. ألف مبروك. ضيعت 50,000 حصلت 80,000 وكرتون أندومي. الحمد لله. أبن نحن في حي الشهيد ومع حي الشهداء ومع حواري حي الشهداء، ما شاء الله تبارك الله أهل حي الشهداء ناس طيبة ناس جميلة ويستاهلون كل خير. في معانا جوائز أخرى، معانا سلة فيها ما شاء الله تبارك الله مجموعة من منتجات مجموعة بن هلال بن التجارة والصناعة، جمهور اسمع لك وتحية. وفي معانا كيس دقيق حضرموت، ما شاء الله تبارك الله تستاهل سامي، معانا كيس دقيق حضرموت، يعطيك العافية سامي. حياكم الله، مبروك، الله يبارك فيك، الله يسعدك. من هنا من حي الشهداء ما شاء الله تبارك الله، مع اشتغال التيار الكهربائي هنا في حي الشهداء والأجواء المنورة. الحمد لله. جبتوا النور، انتم جيتوا جبتوا النور معكم. عندك 80,000 ريال كرتون اندومي، كيس دقيق حضرموت، سلة مقدمة من راعي البرنامج مجموعة بن هلال بالتجارة والصناعة. من هنا من حي الشهداء نختتم فقرة الظرف والصندوق، ما زلنا متواصلين معاكم بالحواري وفقرات المختلفة، خلوكم معنا. يا أهلا وسهلا فيكم أعزائي المشاهدين، نلتقيكم الآن في الفقرة الإنسانية المليئة بالتكافل والتراحم الاجتماعي. هذه المرة وصلنا إلى حي السلام هنا في مدينة الشعر، وأكيد بنستهدف أحد الحالات الموجودة معنا بنعرف عنها تفاصيل أكثر. خلونا ندخل للبقالة ونشوف من الناس المحظوظة لهذا اليوم ونسدد دينهم، تعالوا مع بعض. وصلنا أعزائي المشاهدين إلى البقالة اللي رشح لنا إياها المنسق، ما اللي رفض إنه يطلع معنا، لكن إحنا بنتم المهمة مع صاحب البقالة ونتعرف عليه. اسمك؟ أمير عبده. أهلا وسهلا فيك يا أمير. يا أمير أنت الآن موجود معنا في برنامج الحواري، ومعنا فقرة إنسانية اللي هي فقرة سددنا دينك، وكل اللي علينا إن إحنا نشوف ديون الناس اللي معهم بالذات ديون كبيرة وما يقدروا يسددوها نصفي حساباتهم. طيب المنسق، أنت تكلمت أنت وياه، على من اتفقتم؟ نعم، رشحنا واحد إنسان معسر له أكثر ما يقارب السنة، كان عنده عمل وبعدين تعطل عن العمل بسبب الأوضاع هذه، مبلغ ما يقارب 130 إلى 140 137 بالضبط. الدين له سنة، هل أنت وقفت الدين معه؟ والله هو في البداية توقف وبعدين فتحنا له مرة ثانية على أساس كان بيحصل على عمل أو فرصة، بعدين ما حصل على فرصة توقف الدين، قال خلاص ما بقدر يا أخي أسدد، خلي إلى ربي يفكها علي ويفك علي أزمتي هذه اللي أنا فيها. نعم. طيب يا أخ أمير، إحنا الآن بنتواصل مع الأخ أبو سعيد صاحب الدين اللي موجود معك. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الأخ أبو سعيد. نعم. معك مذيعة برنامج الحواري. يا هلا مرحبا. متابعنا أكيد. أكيد. طيب يا أبو سعيد، إحنا الآن نزلنا للبقالة تبع أبو أمير أو أمير، وشفنا إن عندك دين كبير وحاولنا إن إحنا نستهدفك اليوم. أيوه. طيب ليش ما سددت الدين اللي موجود معك؟ والله الأسئلة والظروف صعبة وحاليا جالسين. عندي أسرة وما قدرنا نسدد، وقلنا على صبر علينا وقابل ما قصر مع الرجال. وما زال يعني إنه مستمر معك في تقديم الدين ولا وقف عليك؟ والله ما زال يعني يعطينا عادي، وجيت لعنده ما يرجعنا. ها حلو، هذه حاجة حلوة موجودة عند أمير. طيب أنت ناوي تسدد الدين ولا؟ والله لو ربنا يعني نسدد ان شاء الله. لكن احنا نبشرك يا ابو سعيد، نحب نسدد دينك بالكامل ان شاء الله. والنعم فيكم، الله ما قصرتم. الله يسعدك ان شاء الله. كم مبلغ الدين اللي موجود معك؟ 137 تقريبا. كم؟ 137 و500 شيء كذا. طيب احنا بنتاكد من الرقم كم بالضبط وبنسدد لك الدين. ما قصرتم، ما قصرتم، يعطيكم العافيه. شكرا لك. الله يعطيك العافيه. مع السلامه. طيب هو قال يمكن 137، لكن احنا نشوف وانت تأكد من الرقم الموجود معك في دفتر الحساب وهذا الرقم عشان نصفي الحسابات ما بينكم. نعم.
المبلغ كامل 137500. 137500. نعم. إذا أعزائي المشاهدين إحنا الآن سددنا الدين بالكامل، يعني طلعت 137 وأنت تقول 134000، لكن الحمد لله أهم شيء الدين ما بينكم الآن كامل، وكل اللي عليك الآن تشطب الحساب وتدخل إن شاء الله بصفحة جديدة. إن شاء الله. شكرا لك يا أبو أمير إنه أنت طلعت معنا بهذه الحلقة الجميلة، وأنا أشكر أخلاقك كمان إنه أنت رغم إن الناس معاهم ديون كبيرة بس إنه أنت ما توقفش الحسابات، هذه حاجة حلوة كمان. إذا شكرا لأمير وشكرا لكل الناس اللي بيتابعونا، وأيضا شكرا للراعي الرسمي لهذا البرنامج مجموعة بن هلابي للتجارة والصناعة. إلهي ما أعظمك، إلهي ما أرحمك، سبحانك فرحمتك وسعت كل شيء. إذا أعزائي المشاهدين انتهينا من فقرة سددنا دينك لهذا اليوم، وأيضا انتهينا من برنامج الحواري، نلتقيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، انتظرونا.